اكتشاف نوع جديد وغامض من مفصليات الأرجل. قامت مجموعة من علماء الحفريات من متحف أونتاريو الملكي باكتشاف نوع جديد من مفصليات الأرجل البدائية التي عاشت قبل 500 مليون سنة في جبال روكي الكندية، والتي يعود تاريخها إلى العصر الكمبري. وتسمى هذه الحيوانات تيتانوكوريز جاينسي، وبلغ طولها نصف متر تقريباً، وهو واحد من أكبر الحيوانات التي عثر عليها في العصر الكمبري على الإطلاق، في وقت كان فيه معظم الأنواع الأخرى بحجم إصبع الخنصر فقط، وكان للمخلوق عيون متعددة الأوجه وفم مبطن بالأسنان يشبه شريحة الأناناس، وزوج من المخالب الشوكية وجسم به سلسلة من اللوحات للسباحة. ومن المؤكد أن هذه الحيوانات الغامضة كان لها تأثير كبير على النظم البيئية لقاع البحر في الكمبري، وتعتبر تيتانوكوريز جزء من مجموعة فرعية من الراديوناتس. تتميز برأس طويل بشكل لا يصدق، مغطى بدرع من ثلاثة أجزاء يتخذ أشكالا لا تعد ولا تحصى. وقال مؤلف البحث وعالم الأحياء القديمة جو مويسيوك من متحف أونتاريو الملكي إن هذه الحيوانات تمتلك رأسا طويلا جدا بالنسبة إلى الجسم، لدرجة أن هذه الحيوانات ليست أكثر من رؤوس سباحة. ولا يزال سبب تطور هذه الأنواع المتنوعة من أشكال الرأس وأحجامها غير واضح بالضبط، ومن المحتمل أن يكون هناك العديد من العوامل المؤثرة. ووفقا للباحثين، من المحتمل أن يكون الشكل العريض المسطح لتيتانوكوريز تكيفا للعيش بالقرب من قاع البحر. وسيتم عرض حفريات تيتانوكوريز في معرض جديد سيفتح في متحف أونتاريو الملكي في شهر كانون الأول.